أبدأ الفيديو. أقول أول مبدأ. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول أنت كمان بقى، السلام عليكم. السلام عليكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن شوية معلومات في النعام، ومعانا الأخ عمرو. أنت اسمك عمرو إيه؟ عم محمد مطلب محمود حسين. في سنة كام يا عم عمرو؟ أولى تاني. خلاص، اللي عايز عمرو هيلاقيه قاعد في أولى تاني. في تختك كام؟ التخت الرابعة. من الصف اللي في النص ولا اللي على الطرف؟ الأولاني. الصف الاولاني اولى تاني، تلاقي عمرو محمد المتولي ابو زيد رز، تلاقي قاعد في التخته الرابعه. اه طيب ماشي، احنا كده عرفنا العنوان بالتفصيل. ان شاء الله بقى عم عمرو، لو عندنا بيضه عند النعام يعني نخش نجيبها ازاي؟ وطبعا هو النعام بيعمل ايه اصلا؟ يعني احنا ليه ما بنخشش نجيب البيضه كده على طول؟ لو دخلنا بالنهار للنعام ممكن يعمل فينا ايه؟ ممكن يضربنا. اه طب احنا بقى بنخش نجيبها ازاي؟ نقوم داخلين معانا الكشاف، ننور في عينيه في عين الذكر، ونقوم داخلين جايبينه. تمام، الحاج عمرو فاهم، هو شكله مربي نعام بقاله فترة. انت مربي نعام بقالك قد ايه؟ قالي شهر. شهر؟ والذكر باض عندك؟ لا. امال النتايج اللي باضت؟ اه. طيب الراجل طلع صح اهو، ماشي. طيب احنا دلوقتي دخلنا بالليل جبنا البيضة، تمام؟ اه. طيب احنا اصلا بناكل النعام امتى؟ ناكله العصر. مرة واحدة بس في اليوم بياكل العصر؟ لا، نقوم حاطينه بالليل علف، ونقفل النور، تبقى داخل حاطط العلف، ونقفل النور. ايوه. ونقوم ماشيينه وسايبينه يوم كل الصبح. اه الكلام ده اللي هي وجبة العصر بتتحط، والوجبة التانية اللي بيتكلم عنها ديت لو هنلف على بياد، بحيث ان النعام ايه بيقوم بدري، فلو مش عايز تروح بدري انت ممكن تحطها على بياد بس تطفي النور عشان النعام بيشوف كويس بالليل وكده. طيب يا عم عمرو، يعني احنا لو رايحين نشتري نعام يعني هنعرف النعام حلو ولا مش حلو ازاي؟ احنا هنعرف الذكر من النتاية ازاي الاول اصلا؟ الذكر اسمر. طب والنتاية بيبقى شكلها ايه؟ النتاية شكلها بتبقى مش سمرة يعني. انت مش شايفني بصور حيوان؟ ايه بقى؟ طيب دلوقتي النتاية بتجيب معانا كام بيضة في الموسم؟ الموسم الموسم قد ايه اصلا؟ الموسم موسم 20. 20 ايه؟ شهر؟ اه. هي السنة كم شهر؟ السنة؟ اه. انت في سنة كام قلت لي؟ أولى تاني. أولى تاني؟ لا، بتاع أولى تاني لسه ما خدوهاش، أولى تالت هم اللي خدوا السنة كم شهر. طيب النتاية بتجيب كم بيضة بقى في الموسم؟ الموسم 8 شهور عشان تبقى عارف. النتاية بتجيب كم بيضة؟ النتاية بتجيب 90 بيضة. 90 بيضة في الموسم؟ اه. او ممكن 60 يعني، 90 برضو مش مؤكده، هي من 60 ل 90. بس الحاج عمرو يعني ايه عايز يخلي الناس اللي مربيها جديد تتفاجئ بالاعداد وكده عشان الناس تربي كتير وكده. طب انا لو جاي اشتري من عندك كتكوت، انت عندك كتاكيت؟ ايه. لو جاي اشتري كتكوت هتديهولي هو عنده كام سنه ولا كام شهر ولا كام عنده يوم؟ عنده شهر. عنده شهر؟ هتبيعهولي بكام؟ سعره كام الكتكوت عمره شهر؟ سعره؟ اه يعني انت كراجل حبيبي ومعايا في الفيديو وكده هتديه لي انا بكام؟ هديهولك ب 1000 جنيه. ب 1000؟ اه. عمره شهر؟ اه. لا انت شكلك هتنصب عليا. هو عموما الكتكوت عمره شهر ب 3000، فالراجل ده يعني هو الناس عرفتك خلاص، اللي هيعوز كتكوت عمره شهر ب 1000 جنيه تلاقيه عند الراجل ده في اولى تاني. طيب دلوقتي الكتكوت، لا وليد الناحيه التانيه موجود يعني؟ اه. عقبال يعني هنسيب النعام في الفيديو ونشوف وليد فين ومش وليد فين. طيب يا عم احنا كنا بنقول ايه؟ احنا بنقول الشهر عندكم، ان الصغير عندكم شهر. ما انا خلاص اشتريت منك كتكوت ب 1000 جنيه عمر شهر. هنشوف ايه تاني؟ عايزين نسال، انا عايز استفاد من خبرتك في النعام في اي حاجه يعني. طب الكتكوت هو صغير ولو احنا دخلنا على الذكر كده. انت عمرك دخلت على الذكر؟ لا. صح، انا اللي بخش بتضرب وانت بتضحك. اه صح. ابا كان بيشيلك بالذكر وكان بيخبطه بالبتاع. اه وانت كنت بتعمل ايه بره؟ انا كنت ماسك العصايه، كنت خايف اخش. بس ماسك العصايه عشان لو خرج لك يعني. اه جدع انت كده، بتعلمنا ازاي نعرف نحافظ على نفسنا. طيب يعني لو انا عايز اجيب شويه كتاكيت عمرهم صغير احطهم على ارضيه كده عامله ازاي؟ طيب نحط فرشه الاول. ايوه. نقوم عاملين قشه عشان يخشوا يباتوا فيه، والجنينه اللي هي اسم كده سايبها لهم يخرجوا يلعبوا فيه. اه ترجمه للكلام بس عشان لو محدش فاهم، هو قال هنحط في عشه ونفرش فرشه، والعشه عشان يباتوا فيها، وفي حته قدامهم عشان يخرجوا يلعبوا فيها. تمام. طيب بعد ما بيكبروا عمرو بنعمل ايه؟
بعد ما كبرهم أم كبر لهم العشاء، لما حط لهم جنينة كبيرة انهم ربنا. يعني هو قصده ان كل ما هم هيكبروا كل ما المفروض نوسع المكان بتاعهم. على فكرة عمرو رغم سنه الصغير فهو ما شاء الله يعني عنده شوية معلومات كويسة عن موضوع النعام، وان شاء الله لو كمل معانا في نفس الموضوع ده، يعني لو انا هو ما اتخصمناش مثلا، لان احنا بنتخصم كتير، لو انا هو ما اتخصمناش وفضلنا حبايب كده على طول، هنكمل مع بعض في النعام وممكن يبقى في موضوع شراكة يعني، وانا بحوش قبضي وهو بيحوش قبضه، وان شاء الله نشترك مع بعض قريب. صح؟ وصلت لكام لحد دلوقتي في الفلوس؟ فلوس 400 جنيه مش مشكلة، متزعلش. انت بتقبض كام في الأسبوع أصلا؟ 300. بس بقى لا ما تقولش بصوت عالي كده عشان الناس ما تحسدكش، هو الراجل بيحوش القبض بتاع الأسبوع بتاعه وأنا بحوش، وإن شاء الله هنشترك مع بعض قريب. والناس اللي متابعاني من زمان برضه، عمرو كان شريكي في الحمام زمان، ولكن اختلفنا بسبب ذكر خضاده وكده وفضينا الشراكة خالص، ولكن يعني هنحاول نجدد الثقة دي تاني مع بعض في النعام إن شاء الله، بس إن شاء الله مش هيبقى في خلافات ولا في أي حاجة تاني. أه. وإحنا كنا بنعمل إيه مع الحمام أصلا؟ كنا بنقول له بطة بيقعد يمسك الحمام ويقوم مفعصه ويقوم مرجعه وكده ما ينفعش، ويقوم مرجعه هو بعريضة. اه وبعريضة برضه كنا استنى بلاش ذكر اسماء يعني، علشان برضه ما نهنش حد او ما نبوظش سمعة حد في السوق، اتكلم عنهم بس بدون ذكر اسماء برضه، عشان لو ربنا هداهم بعد كده ما يكونش الناس عرفت اللي هم بيرجعوا الحاجة وما بيشتروش وكده. بلاش ذكر اسامي حد، اتكلم يا عم وقول الموقف بس ما تقولش اسم حد وكده عشان الناس ما تزعلش مننا برضه. صح؟ هم خلاص بيرجعوا الحاجه فاحنا مش هنتعامل معاهم تاني وخلاص كده يعني. ما عدناش نبيع لهم. اه وطب وفي النعام يعني لو هم ربنا هداهم وجم يشتروا مننا نعام يعني هندي لهم ولا انت شايف ايه؟ لا هندي لهم. صح؟ يعني بس هنقول ما فيش ترجيع بقى، هنقول من الاول ان ما فيش ترجيع يا جماعه. ولا انت ترجع لهم؟ مثلا انت دايك تشتري مني اهو ودخلت تشوفه تقول لي انا عايز ديت، اقول لك ماشي ماشي، هتقعد تخش عليها تقعد تعمل لها كده كده يقلبها يعني يشوف الحاجه حلوه ولا مش حلوه، يقعد يشكل منها. اه لا يقعد يشكل منها اقول له يلا امشي. صح، محدش يقلب في الحاجه يعني، انت خد مننا احنا اسمنا ثقه. انت تقول لي هيقعد يقلب في الحاجه؟ اه يقعد يقلب في الحاجه، لا خد الحاجه عم عمرو دخلها جوه تاني مش هنبيع للناس دي. خلاص يعني اي حد عايز يشتري من الحاج عمرو اللي في اولى تاني، المكتب بتاعه في اولى تاني في التخته الرابعه، اللي عايز يشتري منه ما يقلبش في الحاجه، يجي يدي الفلوس ويشيل الحاجه ويمشي. انت قلت الكتكوت عمره شهر بكام؟ ب 80 جنيه يا عم، كان ب 1000 جنيه من شويه. انت في ايه؟ انت ذمتك بايظه ليه كده في السوق؟ اثبت على سعر. ماشي هو بيحسب بس تكلفه الكتكوت بتقف عليه بكام وهيدينا اقل سعر ان شاء الله. 1000 جنيه. 1000 رجع يعني خلاص هتثبت على السعر ده؟ بيستني ما هي الناس هتسمع السعر ده تيجي تشتري منك بيه، وهنزل رقمك على الشاشه. 3000. اه كلام نهائي. اه 3000. طيب هنزل رقمك على الشاشه للناس عشان يجوا يشتروا منك. ماشي. رقمك كام ولا لسه معكش تليفون؟ معكش. خلاص ان شاء الله. لا مش ابوك يجيب لك ولا حاجه، مش عايزين حاجه من ابوك ان شاء الله. اول كتكوت هتبيعه وتقوم جايب بحقه وتليفونه على طول. تاني كتكوت بقى تبقى تجيب خط بقى وكده وتسجل ارقام الناس بتوع النعام. اسكت يعني خلاص. ماشي ماشي. طيب يا حاج عمرو يعني جبنا الكتكوت مثلا لو تعب مننا احنا ممكن نعمل معاه ايه؟ انتم الدكتور ما حطينا حق. لا للدكتور ايه بقى؟ انت الخير والبركه، هو من غير دكتور من غير اي حاجه. لو انت ما بتعرفش تعالج؟ لا لا. طب يعني الكتكوت لو تعبان ما بياكلش هنعمل معاه ايه؟ معاه دوم دي الدكتوره كده مدير حقنه. اه تقوم مديها له علاج. طب ولو الكتكوت بيخاف من الحقن؟ تقوم مديها له علاج من غير حقن يعني. اه وانت بتخاف من الحقن ولا بتخافش؟ لا بخافش. بتخافش؟ وانت بتخاف؟ الكتكوت اكيد برضه بيخاف من الحقن وكده. انت ما تسالش انت مالك ومالي بخاف ولا بخافش؟ بتهزر معايا؟ اقفل يا عم مش مكمل يا عم معاك.